ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري أحمد الحسيني من هناك. أحمد، ماذا لديك؟ صباح الخير من محافظة البحيرة، تحديدا أنا في مركز ومدينة دمنهور هنا في اللجنة العامة رقم 34 في مدرسة معاذ ابن جبل الثانوية للبنات. الإقبال ملحوظ منذ ساعات فتح اللجان هنا في مدينة دمنهور. فتحت اللجنة هنا أبوابها في تمام الساعة 9 صباحا، وهناك تجهيزات أمنية وأيضا الأجهزة الأمنية تؤمن اللجان الانتخابية من الخارج، والمستشارين أيضا فتحوا اللجان في تمام الساعة 9 واطمأنوا أيضا قبل فتح اللجان على جاهزية اللجان على فتح أبوابها واستقبالها للمواطنين. نحن نتحدث هنا في مدينة دمنهور، يوجد بها 672 مقر انتخابي موزعة على 855 لجنة فرعية، وأيضا هناك 24 لجنة للوافدين بالنسبة لمن هم خارج محافظة البحيرة أو ليسوا من أبناء محافظة البحيرة وجاءوا لمحافظة البحيرة لزيارة أو ليوم عمل، فيمكن لهم أن يقوموا بالتصويت في هذه اللجان. عدد اللجان يصل إلى 24 لجنة للوافدين. طبعا محافظة البحيرة من المحافظات أيضا اللي فيها كثافة سكانية عالية، وهي هنا في محافظة البحيرة إحنا نتحدث عن أكثر من 4 مليون مواطن لحق التصويت في هذه الانتخابات الرئاسية 2024. طبعا النهاردة اليوم الثاني، وبنتابع معكم لحظة بلحظة إقبال المواطنين على اللجان هنا، وطبعا في إقبال ملحوظ من السيدات أيضا ومن كبار السن وأيضا من فئات سنية مختلفة من الشباب والشباب والفتيات والسيدات، يعني يوجد تنوع ما بين المواطنين الذين يأتون وحريصون على الإدلاء بصوتهم والمشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي.